ساحر في أدائه لشخصياته، مرعب في تقمصه لأدواره، إطلالته على الشاشة الكبيرة والصغيرة وحتى على خشبة المسرح مختلفة إلى حد التميز ومتميزة إلى حد التفرد. استحق عن جدارة إنه يستحوذ على نص دستة ألقاب ما ينزعوش حد فيها، الإمبراطور والباشا، معالي الوزير والبطل، البرنس والعبقري والنمر الأسود، ألقاب كتير لا يمكن تلقاها غير في رئيس جمهورية الفن أحمد زكي. أحمد حكايته مختلفة، حكاية مليانة أسرار ومفارقات هي اللي صنعت منه زعيم لمدرسة فن التقمص. اتولد في الزقازيق في محافظة الشرقية، وزي ما اتفقنا كتير قبل كده إن واحد بحجم شهرة أحمد زكي أكيد الدنيا كانت واخدة منه حاجات قصادها، ما هي ما بتديش كل حاجة. وفعلا الدنيا والنصيب أخدوا من أحمد سعادة الطفولة، وهو ده بس اللي هكلمكم عنه النهاردة، معاناة اليتم والحرمان والانكسار. من ساعة ما فتح هذا الفتى الأسمر عينيه على الدنيا لقى نفسه يتيم، شال الهم بدري، مات أبوه زكي عبد الرحمن وهو عمره سنة. والده كان راجل متدين جدا، كان بيدي دروس في الدين والدعوة، وبعد وفاته قررت الحاجة رتيبة أم أحمد زكي إنها تتجوز من راجل خباز. وعلى الرغم من إن أحمد كان صغير جدا وقتها، إلا إنه كان رافض جواز أمه تماما، لدرجة إنه بعدها رفض يعيش معها وراح عايش مع خاله. وفي مرة حكى ابن خاله عن واقعة عملت شرخ كبير في علاقة أحمد زكي بزوج والدته، ودي اللي خليته ياخد القرار في إنه يسيب بيت أمه ويعيش مع خاله، وده بعد ما قطع جوز أمه صور أبوه الراحل بسبب الغيرة. وقال ابن خاله: فمرة اتفاجئت بأحمد زكي بيطلب من كبار العيلة إنهم يدوروا له على صورة لأبوه، ورصد مكافأة ضخمة جدا للي يلاقي له أي صورة. وقال ابن خاله وقتها: رحت للمكان القديم اللي كان عايش فيه أبوه في قرية منشأة العباسية عشان أدور عن عيلته هناك، وتحديدا عمته واللي كانت لسه على قيد الحياة. كان حلم حياة أحمد بسيط، كان نفسه بس يلاقي صورة لأبوه، لكن للأسف ما حصلش نصيب. اليتم كان نصيب أحمد زكي من وهو طفل، ولما قرر يهرب من اليتم والوحدة هرب للفن، ومن هنا اكتشف موهبته التمثيلية في المدرسة. اشترك وقتها في فريق التمثيل في مدرسته، وعمل بعض الأدوار اللي أبهرت الكل على مسرح مدرسة الصنايع، والكل وقتها اتوقع له مستقبل باهر في الفن، ومش محتاجة أقولك إنه قد كان. المهم إنه بعد ما ظهر على أحمد موهبته اللي كانت واضحة زي نور الشمس، خاله قال له: ادخل معهد الفنون المسرحية وأنا هتوسط لك. ما أصل خاله كان شغال في مسرح العرايس، وفعلا قدم أحمد لكنه اترفض في البداية. والله زي ما بقولك كده، رفضوا أحمد زكي بحجم موهبته، بس مش عشان هو بينقصه الموهبة أبدا لا سمح الله، بس بسبب العنصرية. أصلهم قالوا له: أنت ما تنفعش، بشرتك سمرة. وبسبب القصة دي حكى ابن خاله وقعة توجع القلب الحقيقة، وهي محاولة انتحار أحمد زكي بعد ما قطع شرايين إيده، وده بعد ما رفض واحد من المخرجين قيامه بأحد الأدوار في واحد من الأفلام المشهورة عشان بشرته بس سمرة. متخيلين معايا العنصرية ممكن تعمل إيه في بني آدم؟ المهم إنه بعدها خاله توسط له فعلا عند عبد المنعم مدبولي، واداله وقتها دور في مسرحية هلو شلبي، ومن هنا بدأ العالم كله يحس ويتأكد من موهبة أحمد زكي. ما هي مش باللون يا أخوانا والله. وفي مرة كتب أحمد زكي: كنت أراقب العالم وتراكمت في داخلي الأحاسيس، وشعرت بحاجة لكي أصرخ، لكي يخرج ما في داخلي، وكان التمثيل هو المنفذ، ففي داخلي دوامات من القلق لا تزال تلاحقني، فأصبح المسرح بيتي، رأيت الناس تهتم بي وتحيطني بالحب، فقررت إن هذا هو مجالي الطبيعي. وقال أحمد: جيت القاهرة وأنا في العشرين، المعهد، الطموح والمعاناة والوسط الفني وصعوبة التجانس معاه. لما تكون قضيت حياتك في الزقازيق مع ناس بسيطة بلا عقد ولا عظمة ولا هستيرية شهرة، وكتب: فجأة يوم عيد ميلادي 30 نظرت إلى السنين التي مرت وقلت: أنا سرقت، نشلوا مني 10 سنين. عندما يكبر الواحد يتيماً تختلط الأشياء في نفسه، الابتسامة بالحزن، والحزن بالضحك، والضحك بالدموع. أنا إنسان سريع البكاء، لا أبتسم لا أمزح. ده كان جزء بسيط من كلام الإمبراطور أحمد زكي، واللي كان لازم ولا بد أقوله لحضراتكم نصاً عشان تحاولوا تشوفوا ولو جزء بسيط من حياة النمر الأسود المظلمة
والقاسية جدا. أحمد زكي كان شخص صريح زيادة عن اللزوم، لكنه كان شجاع، وفي مرة قال الوسط الفني وسط غريب مشحون بالكثير من النفاق والخوف والقلق، بشوف الناس تسلم على بعض بحرارة، وأول ما يدير واحد منهم ظهره للتاني أسمع الشتايم والقصف بالنميمة. مع الوقت والتجارب أدركت إن الناس في النهاية مش أبيض وأسود، لكن في المخطط والمنقط والمرقط والأخضر والأحمر والأصفر أشكال وألوان. والحقيقة إن أحمد زكي كمان شاف من الوجع أشكال وألوان، آخرهم كانت واحدة من المفارقات الغريبة جدا في حياة الإمبراطور، وهو فقده البصر قبل وفاته بعشر أيام. أيوة، أحمد زكي ما كانش شايف أي حاجة خالص، وده كان في آخر أيامه بعد ما فقد أغلى نعمة في الحياة وهي البصر. وده اللي أكده صديقه المقرب وطبيبه المعالج دكتور ياسر عبد القادر، اللي قال في مرة وأحمد على المسرح أثناء تصوير وآخر مشهد من فيلم حليم، نادالي وقال لي يا ياسر أنا مش شايف أي حاجة خالص. وفعلا أحمد ما كانش شايف أي حاجة غير الظلام، لكن وقتها طلب مني أني ما أقولش لأي حد، وساعتها تعامل مع الناس بشكل طبيعي جدا كأنه بيشوف، وكان بيلبس نظارة وبيمسك جورنال كأنه بيقرأ. طبعا مش محتاجة أقولك أنه حتى الدور ده مثله على الناس في الحقيقة ببراعة ووجع شديد.